قبل ما نبدا هذا الفيديو صراحه ابي محمد عايز تسليم يا احلى ناس يا اساطير، راح نشرحكم جميع الاضافات الجديده راح تكون معنا بتحديث 3.0 ان شاء الله، وراح تكون رخصات والسكنات اللي وثقنا لكم قبل هاي راح نوثق لكم هالمره 100%، والاشكال والرسومات مليون بالمليون. ايش راح يكون موجود معانا؟ راح يكون موجود معانا سلاح الام كي ام كي 14، راح يكون شيء اسطوري ومع رخصات مجانيه داخل السيزون الجديد ان شاء الله. راح تقدر تحصلهن بعمله جي، وعمله جي تقدر تحصلهن من بطاقات الموسم، يعني راح تقدر تحصل رقصة ومجانية مثل هاي الرقصة وبكل سهولة أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حط اشتراك وفعل السك الجديد إن شاء الله. كما طلعكم كثير راح نبدأ خطوة بخطوة. أول شيء راح نبدأ بالصندوق، هذا راح يكون موجود معانا. الصندوق راح يكون بيو هاي كليات الميثك، وراح تكون معانا الخوذة هاي الشيطانية بدي مش بالضبط مو مبين معي، مع سكن البدلة هاي كمان راح يكون داخل صندوق واحد وراح يكون مخصص للصندوق، ولكن راح يكون فعلا سكنات اسطورية معنكة. الاربية او الموسم الجديد ان شاء الله راح يكون كله عبارة عن الساموراي او الشخصيات الصينية بين تنانين وغيره من هاي الاشياء. كمان راح تكون الرقصة هاي فعلا اسطورية، واحتمال انك تحصلها مجانا او بعشر شدات فقط، يعني 10 شدات ولا يشيها، لانه الحظ بلعبة بوبجي موبايل يرفعون كثير من جهة هاي السكنات او البدلات هاي. راح يكون بيسكن بناتي وراح يكون بيسكن شاب نفس الوقت، يعني كل اتر راح يكون متك ورتك احتمال كبير انك تحصلها ب10 شدات او 5 شدات او سحبة مجانية، لان لعبة بوبجي موبايل تعطي قسام مجانية بنفس الوقت. فلسه ما حط لايك للفيديو حط لايك، فخلينا نوصل هذا الفيديو 100 لايك، عرفوا مكفوا ان شاء الله ما تقصرون معنا يا احلى ناس يا اساطير. واشكركم على التفاعل على الفيديوهات اللي قبل هاي، فعلا انكم ما قصرتم ولا تفعلوا معنا. اما اي شخص يشاهد الفيديو جديد على القناة وما اشترك احط اشتراك، خلونا نوصل 10,000 مشترك، عرفوا مكفوا ان شاء الله ما تقصرون معنا. مش شايفين كمان هاي الرقصات؟ كمان هاي رقصة السيف انت شايفينه، والسيف داخل لعبة بوبجي موبايل شرحت لكم عنه مميزاته بنفس الوقت، يعني كمان مع السكن هذا راح يكون شيء خرافي بمعنى كلمة. راح يكون معانا سكن الام كي، الام كي يعني فعلا سلاح نار، اما من جهة الكل مسج راح يكون عالم ثاني، يعني راح يكون خرافي بمعنى الكلمة، راح يسكر على جميع السكنات اللي نزلت قبل تبع الكل مسج. كمان شوف الصندوق انت، فقط الصندوق لحاله هيبة. صندوق اخر ما لما تمكس السلاح وتنوك اللاعب ويطلع الصندوق مع التنين بنفس الوقت، اي شخص تنوكه تنوك لاعبين نفس الجيم ما راح ينزلوا لك مره ثانيه بالروح الثانيه ابدا نهائيا، ولا راح يتجرأ انه ينزل مره ثانيه. فكثير ناس راح تعلق على الفيديوهات وتقول كيف وكيف، اما سكن الام كي مو اي شخص يقدر يواجه بيه. شايفين هذا التاثير تبع الضرب مثل شايفين طماطم عليكم كثير، مش شايفين هذا سكن المولوتوف راح يكون فعلا خرافي. سكن المولوتوف ما ابغى شيء لكن مسج ولا ترقية ابدا، ولكن من جهة الشكل فعلا نار واسطوري. لا وهذا سكن القنبلة مثل شايفينه، كمان هاي السكنات عادية، اما اهم شيء عندنا السكن المسفن الام كي مع سكن البدلات الجديدة. وكمان راح يكون معنا سكن الطاوة، هذا مو ترقية ولكن فعلا اسطوري، يعني بمعنى الكلمة اي سكن راح ينزل مع سكنات الميثك او راح يكون مع سكن ترقية. نجي هنا على الاسطورة والافضل، سكن سيارة ترقية راح يكون مع كل مسج، يعني سكن السيارة لما تنوك اللاعب او تدوس اللاعب وانت معدي راح يطلع اشارة الكل مسج، يعني فعلا شيء خرافي. اما السكن من جهة شكل راح اقيمه 7/10 لانه ما يستاهل اكثر من 7/10، لانه الاظافر هاي مثل شايفين اللي قدام ما هالقد حلوة. اما الكل مسج فعلا شيء خرافي، يعني الكل مسج من جهة انه لسيارة فعلا يستاهل 10/10 الكل مسج. راح نشوف مع بعض سكنات كامل، وراح يكون اللي شايفينه راح تكون بيها مؤقته وراح تكون بيه دائمه بنفس الوقت. اما هاي البطاقه لحد الان مو مبينه معي ايش هي بالضبط 100%. راح تكون السياره عن 4 مستويات وتقدر ترقيها 4 مستويات، وكالعاده انه تحصل قطع طبعا الميتور مش شايفينه، كثير ناس حصلتهن بسهوله وحد الان نسعت هي. اما سكن السياره هذا انك تقدر تحصله مجاني صعب، اما تقدر تحصله ب10 شدات او ب60 شدة بكل سهولة ان شاء الله. اول ما راح نزيد السكن راح اشرح لكم عن الثقرات، شي نار بمعنى الكلمة، يعني شي خرافي. اي سكن راح ينزل ترقي او سكن بعجلة او سكن ميثك او فوق الميثك راح اشرح لكم عن ثقر انك تحصله ب10 شدات او ب5 شدات، يعني شي خرافي بمعنى الكلمة. لا اتحدى اي شخص انه ينزل ثقرة عن هاي السيارة اول ما تنزل وانك تحصلها برقم قليل، يعني اذا اقصى حد 60 شدة، 60 شدة، واذا ما عندك 60 شدة فانا راح اساعدكم كلياتكم. اول ما نزل الثقرة راح اشرح لكم كل شيء بتفصيل. نيجي على سكن الاسطورة، اما سكن التنين،
سكن الدينا التنين، سكن التنين هيك ماكس ماكس، يعني فعلا شيء نار بمعنى الكلمة. هذا سكن الام 7 شايفين هنا، هاي تأثير بعد ما تدمج اللاعب بنفس الوقت، يعني فقط انك لما تدمج اللاعب او تنوكه قبل بالمستوى الثاني، ها شوف الحركات بالمستوى الثاني فقط، يعني لساك ما وصلت لك المسج. اما هذا الشكل اللي فرجيتكم ما قبل، اما هنا نجي على كل مسج، كل مسج التنين، يعني سكن راح يسكر ملفات الكل مسج كلها. من جهة حلاء اما السلاح مو مستخدم كثير، لكن قوة السلاح هذا فعلا لا تتواجه. اما من جهة التأثير مش شايفينه، راح يكون معانا على مستوى 4، على مستوى 4 راح يكون معانا تأثير. وهاي اللواحة مش شايفينها راح تصير ورا، كمان لواحة على السلاح راح يضيفونها. هنا راح تكون الشكل راح يكون بموجود عبارة عن شكلين. وراح نجي هنا على الصندوق النهائي، هذا فقط الصندوق بدون تأثير أبدا نهائيا. ولكن راح نشوف آخر مستويات جديدة، راح يكون معانا 8 مستويات. قديما الأسلحة تكون 7 مستويات، أما حاليا 8 مستويات. أما لما تفنش اللاعب وتنوك وصير صندوق، راح يطلع تنين من داخل الصندوق. هنا راح يصير تطور بلعبة بوبجي وموبايل بين الترقية مش شايفينها، أما راح تزيد التكلفة بنفس الوقت. فلسه أي شخص دا شاهد الفيديو لحد الآن وما حطنا تعليق، حلو يحطنا تعليق، لأنه أي شخص وصل لهذا الوقت من الفيديو إن شاء الله راح يربح معانا. فقط أتحدى إنه يكتب الثانية أو الدقيقة اللي وصلنا بها لهذا الصوت، ويكتب لي استمر بنفس الوقت، ويكتب الثانيات والوقت اللي وصلنا. إذا أتحدى أي شخص وصل هذا الوقت راح يربح معانا 60 شدة إن شاء الله، ويجيب لي الإثبات بنفس الوقت. راح نجي هنا، اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. راح نجي على السكن اللي بعد، أو الأسلحة تجي المجانة إن شاء الله. رقصات الجي المجان راح تكون معانا 3 رقصات مجانية داخل الجي، مثل شايفين خصم 80%، يعني خصم أسطوري فعلا معك. راح تكون رقصات معانا هاي 3 رقصات، كل رقصة تقول أنا أحلى من الثانية، راح تحصلها مجانا، يعني عمل الجي يعني تنحسب مجانيها، لأنه بعد ما يصفر التقييم راح تقدر تحصل عمل جي بشيء أسطوري. وأما أسعار الرقصات، رقصة 8000، رقصة 7000، رقصة 4000 بنفس الوقت. راح تكون معانا الرقصة هاي كثير ناس تتذكرها، راح تعود معانا بنفس الوقت هاي الرقصة. هاي الرقصة فعلا مشهورة على الواقع وداخل البوبجي وعلى التيك توك بنفس الوقت. راح يكون معانا هاي السكنات بصندوق، او راح يكون باسترداد شيء بسيط. راح تكون معانا سكن اوزي مع القناع مع الخوذة بنفس الوقت.